نورة ولينا، ومعاهم منورة صديقتهم. كانوا ثلاثة مشتركين في مسابقة، هي مسابقة تكنوفيشن، هي مسابقة عالمية فيها مجموعة اللي تحت 14 سنة ومجموعة من 15 ل 18. هم كانوا مشتركين في المجموعة الجونيور اللي هي لغاية 14 سنة. يعني أنا السنة اللي فاتت كنت مدربة لنفس المسابقة لفريق تاني كان نورة موجودة فيه. السنة دي كنت مدربة لبناتي مع نورة، ومعاهم برضو مدرب التكنولوجي محمد يونس. هما الحقيقة قاموا بالفكرة لوحدهم، يعني هما اللي طلعوا بالفكرة وهما اللي اشتغلوا، يعني بقوا يقروا بيذاكروا في حاجات ماتيريال بيجيلهم كده، بيقعدوا يذاكروا مع مساعدة المدرب ان هما يشرح لهم شوية شوية. عملوا المشروع ما شاء الله لوحدهم. يعني احنا عندنا في مسابقة تكنوفيشن، هي عبارة عن مسابقة على العالم، على مستوى العالم كله، هي للبنات فقط. والحقيقة يعني ده كان في نفس الوقت، يعني بعديها ما فيش تقريبا شهر أو شهرين، الـ United Nations الأمم المتحدة نزلوا موبايل أبليكيشن شبيه لي. فده معناه إن في اتجاه، ودي من اللي هي اللي بنسميها الأهداف الـ Sustainable Goals، الأهداف المستدامة، إنه القضاء على الفقر والجوع. فأعتقد إن دلوقتي فرصة كويسة إن هما يبتدوا ينفذوه فعلا، ممكن يساهم في حل مشاكل بتاعهم مع شوية جمعيات خيرية أو كده. كل اللي في سننا بيشاركوا بطريقة programming، بيعملوا أب بطريقة من ويب سايت اسمه App Inventor. هو بيسهل البروجرامينج شوية عشان احنا في حاجات مش هنعرف نعملها. فكرة انه يتأهل ده حاجة كبيرة بالنسبة لي. يعني السنة دي برضو فريق كوبايتس اللي هو بيسمينا نفسهم جوتاك جيرلز، هما ان هما يتأهلوا للسيمي فاينلز دي بالنسبة لي حاجة كبيرة، انه مشترك تيمز من العالم. احنا فكرنا وجات لنا فكرة ان يعني نعمل حاجة زي مائدة الرحمن، بس تبقى حوالين العالم كله اي وقت في السنة، مش في رمضان بس. اعتقد انه لو كملوا ان هم يطوروا في الموضوع ويطوروا في المشروع، ممكن في خلال سنة سنتين تلاقيها يعني بالمساندة المؤسسات الكبيرة، في المؤسسات الخيرية وكده، يقدروا يوصلوا انه يبقوا عاملين حاجة مؤثرة يعني في المجتمع.